بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ونقرأ في أدعية شهر رمضان: في كل نهار وفي كل ليل، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. وبهذه التأكيدات انفض المسلمون إلى الحج من زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كثروا حتى ذكر البحار أن في زمان الإمام السجاد بعد نصف قرن من الهجرة تقريبا كان الذاهبون إلى الحج 4.5 ملايين، بينما نشاهد أن الحجاج قد قلوا وقلوا حتى في أزمنتنا هذه وصل العدد إلى أقل من 2 مليون. ومقتضى ما ذكره الإسلام كتابا وسنة وعمل به المسلمون على طول التاريخ الإسلامي أن يذهب إلى الحج في هذه الأعوام كل عام 50 مليون، وهم 1/40 من 2 مليار مسلم، كما حقق المحققون أنهم بهذا العدد في هذه الأعوام. فاللازم إزالة الحدود الجغرافية التي حدثت عند المسلمين منذ ما يقارب نصف قرن تبعا للغرب، فإنه لم تكن الحدود بين بعض البلاد والبعض، مثلا مصر وسوريا، وأيضا مصر وتشاد وليبيا والسودان، وسوريا ببلادها 5: فلسطين ولبنان والأردن والإسكندرونة وما أشبه مما أحدثها الغربيون منذ قصة سايكس بيكو. وكذلك لم تكن الحدود الجغرافية بين سوريا والعراق، ولا بين العراق وإيران، ولا بين إيران وباكستان، وإن لم يكن يسمى في ذلك اليوم بباكستان. الحدود الجغرافية كلها خلاف صريح الإسلام كتابا وسنة، وخلاف عمل المسلمين، فقد قال سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم. فالأمة واحدة، والبلد واحد، والدين واحد. فإذا فرض أن البلاد كانت لها حكام متعددون، كان الحكام في البلاد المختلفة بمنزلة المحافظين للبلد الواحد في زماننا. مثلا في العراق نشاهد أن العمارة والبصرة والديوانية وكربلاء والنجف وما أشبه لهم محافظون مختلفون، لكن هو بلد واحد. وفي زمان الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان الإمام 1000 منطقة لها 1000 وال، ابتداء من ليبيا وانتهاء إلى داغستان الموجود في الاتحاد السوفيتي ما يسمى به، وهكذا. ولم تكن للحج هذه القيود والشروط والموانع وسائر ما أحدثه الحكام تبعا لأوامر الغربيين، فقد قيدت المسلمين كل سنة زيادة عن السنة السابقة. وقد كتبت أنا كتابا حول الحج لبيان هذا الموضوع سابقا، ورأيت أنا نفس ذلك قبل نصف قرن تقريبا، حيث ذهبت إلى الحج، فكان المسلمون يتعاونون ويتعارفون من غير فرق بين الهندية والباكستانية
والإيرانية والمصرية والإفريقية والأسود والأبيض، يتساءل بعضهم عن بعض عن أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوية وغيرها. فقد كان الوالد رحمه الله حيث كنت معه يصلي الجماعة ظهرا ومغربا، ويجتمع على الصلاة المسلمون سنة وشيعة أسود وأبيض إلى غير ذلك. وبعد الصلاة يجلسون ما يقارب الساعة والساعتين، ويتساءل بعضهم عن بعض عن خصوصياتهم، كما قال سبحانه: ليشهدوا منافع لهم. لكن كما قال جلادستون: منعوا الحجة تدريجا من ذلك الزمان إلى هذا الزمان، حتى أن نفس العراق لا يزور بعضهم بعضا، فكيف بأن يزورهم المصريين وما أشبه ذلك. الواجب أن نعمل لإعادة الأمة الواحدة، وأن نعمل إعادة الأخوة الإسلامية التي قال عنها الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، وأن يعاد إلى المسلمين حريتهم، حيث المسلمون أحرار في كل شؤونهم الاقتصادية والسياسية وغير ذلك باستثناء المحرمات. وقد رأيت أنا الآيات الثلاث قبل 60 سنة في العراق، فلم يكن هذه الأساليب والقوميات واللغويات والشكليات واللغات المختلفة، ففي النجف وفي كربلاء وفي كاظمية، حيث كانت محلا لنا أو لزياراتنا، نشاهد الآيات الثلاث بأم الأعين. فإذا رجعنا إلى ما سبق ترجع إلينا عزتنا وسيادتنا وكرامتنا. وقد قال سبحانه: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. مما نشاهده اليوم لا عندنا فقط، بل في كل بلاد الإسلام، من أندونيسيا إلى باكستان إلى إيران والعراق إلى مصر وسوريا إلى سائر بلاد الإسلام. والعياذ بالله ستكون العاقبة كما قال سبحانه: ونحشره يوم القيامة أعمى، حيث أن يوم القيامة 50,000 سنة بنص القرآن الحكيم. الإنسان يبقى في تلك الأحوال والمشكلات وهو أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركتها، وكذلك اليوم تنسى. الواجب سعي المسلمين كافة لإعادة كل أحكام الإسلام التي ذكرها القرآن الحكيم وبينها النبي العظيم، وهي موجودة في الكتاب والسنة الواردة. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.